بسم الله الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد ما شفنا ازاي بتشتغل الميدل وير مع الراوت، تعال نشوف ازاي الميدل وير بتشتغل مع الكنترولر. احنا على الاب HTTP controllers، هنبدأ نعمل initialize على الكنترولر ده باسلوب معين خالص. هنروح هنا بكل بساطة، هنشغل construct، هنقول public function double underscore construct، واقدر بكل بساطة اقول له this middleware. لكن قبل ما نشغل ال middleware، تعال نشوف مع بعض. انا هاخد ال my data method وهبدأ اشغلها على ال view بتاعي. فبالتالي انا ممكن بكل بساطة اجي هنا اقول example controller at ال my data. فبالتالي لو خدت ال route ده وجيت هنا خلاص عملت كومنت للميدل وير بتاعتي تيست، وجيت هنا قلت سلاش داتا، هيشتغل معايا وديني الفورم. لكن لو جيت هنا على الكنترولر وشغلت الميدل وير وقلت له على سبيل المثال تيست 1 2 بنفس اسلوب الميدل وير الخارجي، هاجي اعمل ريفرش، هيفضل مشغل الراوت لانه فعلا الشرط ما اتحققش. فبالتالي لو جيت هنا قلت 1.1 واحد البارامتر الاول، واحد البارامتر التاني، واحد، الشرط هيتحقق ويحولني للرئيسية. فكرة الميدل وير تقدر تتعامل معها بشكل اعمق مع حاجات اضافية. على سبيل المثال لو حبينا نشتغل على ميثودز معينة وهي اللي يكون عليها الاكسس من خلال الميدل وير تانية، او على حالة الريسورس اللي هنشوفه في المستقبل، ده هنشوفه بشكل اعمق ومتقدم اكتر مع الدروس اللي جاية. لكن حبينا بس نوضح جزئية الميدل وير مع الكنترولر عشان نبقى فاهمين الفكرة. ممكن تشغل الميدل وير على الكنترولر كله او تخصصه على ميثود معينة. طب ازاي نخليه فقط على الماي داتا وما يكونش على كل الكنترولر؟ بمعنى انا لو جيت هنا قلت عملت public function data to مثلا او example، وجيت هنا حطيت رسالة معينة من غير view وقلت example method بالشكل ده، وجيت هنا اخدت نفس الميدلوير، سوري اخدت نفس الراوت وحطيت هنا example name ونفس الميثود بتاعت example method، وجيت هنا رحت على الاكزامبل، هلاقي برضو ان تم تحقيق الشرط على الميثود نفسها. فبالتالي انا كل اللي اقدر اعمله ان انا لو عايز اشغله على ال my data method فقط، اقدر اجي هنا اقول only بالشكل ده على الايديت او على my data method. فبالتالي لو رحت على example هيشتغل معايا بكل بساطة، لكن لو جيت هنا قلت data هيحولني للرئيسية، لان هو تم توجيه الميدل وير ان هو يقدر يتعامل فقط مع الميثود. في طريقة تانية برضو ممكن تشوفها مع الراوت لو انت حابب تأكد ده فقط مع الميثود دي، ان انا ممكن بكل بساطة لو قفلت الميدل وير بتاعتي، بعد ما قفلنا الميدل وير اقدر برضو ارجع هنا واقول ميدل وير ميثود واقول تيست واحط الواحد واحد. فبالتالي لو دخلت على اكزامبل بالشكل ده هيشغل معايا الراوت، لكن لو رحت على داتا هيحولني على الرئيسية. هي دي كانت الفكرة من الميدل وير، سواء كانت مع الراوت او حتى مع الكنترولر، او في حالة ان تخصصها لميثود معينة او تخليها بابليك مع كل الميثودز الموجودة. نقف لحد كده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.